انظروا، المعاصي تسمم، هذا السم يؤثر في جسمك سواء كنت تعرف أو لا تعرف، الليل في النهار، في الظلمة في النور، لا فرق، السم يترك أثره في جسم الإنسان. من يرتكب الحرام سواء كان يعرف أنه حرام أو كان قصر في معرفة الحرام فإن الحرام يؤثر عليه. وكما أن جسمك لا يستسيغ السم، كذلك روحك لا تستسيغ المعصية.